الجارنك أو الجانيرك هو أحد أنواع فاكهة البرقوق ويعرف بتسميات تانية منها البرقوق الأخضر أو الخوخ الأخضر، ولكن شي مرة تعرفتوا على فوائده؟ يعد الجانيرك من الفواكه الغنية بالسكر الطبيعي، وبتقدم هالفاكهة العديد من الفوائد الصحية لاحتوائها على خصائص غذائية تانية مهمة للجسم. لهيك الدراسات العلمية لليوم رح تعطينا أبرز الفوائد يلي بتحققها هالفاكهة. أولاً تعزيز صحة الجسم، فبيحتوي الجانيرك على سعرات حرارية قليلة بما يقارب 46 سعرة حرارية، وهذا الشيء لعدم احتوائه على دهون مشبعة، وبيحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن يلي بتساعد على تحسين وتعزيز صحة الجسم. ومن أبرز هالعناصر الكالسيوم، البوتاسيوم، الفوسفات، فيتامين بي وفيتامين جيم، وتحسين حركة الأمعاء، بالإضافة لترطيب البشرة، لأنه يمكن أنه تساعد البذور الموجودة بالجانيرك على ترطيب البشرة الجافة من خلال طحن البذور ووضعها كماسك للوجه، أو الحصول على زيت الجارنك من البذور وتطبيقه على الوجه للمساعدة بالحفاظ على رطوبة البشرة ونعومتها. ومن أبرز الفوائد كمان تحسين صحة القلب، فمن أبرز فوائد البرقوق أو الجانيرك أنه بيقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم، لأنه غني بالبوتاسيوم، وبيمنع هشاشة العظام لأنه بيساعد بالحفاظ على صحة العظام وزيادة كثافتها لاحتوائه على البوتاسيوم والبوليفينيول. وبفضل تناول الجارنك المجفف لأنه بيساعد على منع هشاشة العظام واستعادة الكثافة المفقودة. كمان ما فينا ننسى أنه هالفاكهة بتساعد على فقدان الوزن لأنها بتحتوي على نسبة منخفضة من الدهون، وهذا الشي بيخليها من الوجبات الخفيفة اللي يمكن تناولها لإنقاص الوزن، وبيساعد على زيادة الشعور بالشبع، وهذا الشي بدوره بيمنع من الإفراط بتناول الطعام. وختاماً، يعتبر الجانيرك مصدر للعديد من الفيتامينات المهمة يلي بتساعد الجسم على استقلاب الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، ومن أبرز الفيتامينات يلي بتعطيها للجسم هي فيتامين B3 وفيتامين B6، ولكن لازم يكون تناول هالفاكهة بشكل معتدل لأنه الإكثار والإفراط منها ممكن أنه يؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة للجسم.